بمناسبة ما احنا بنتكلم على حراس المرمى والموسوعة وكده، احنا عندنا حاجة بتدرب 3 وحوش، نمرة واحد عند الناس اللي ممكن ما يبقاش كده عند حضرتك ان هم الثلاثة زي بعض، بس عند الناس الحضري اكرامي عليه كلام الشناوي كان مشروع واعد، وناس شايفة دلوقتي ان هو مش مركز، ان هو يعني خايف من الناس، بيخاف من الشحن الجماهيري، حاجة اللي اكيد ليك تقييم تاني غير تقييمنا احنا كجمهور، لكن ما بعد الحضري الناس خايفة جدا. طب لو الحضري اعتزل مين مش شايفين؟ لا هو انا عشان برضو تبقى الناس عارفه ده كويس، ان انا سنه ونص ما كنتش واخد الحضري في المنتخب، يعني التصفيات لعبها كلها الشناوي، وكان على اعلى مستوى، ولعب مباراه نيجيريا في نيجيريا وهنا وكان هايل. يعني الحضري جبته بعد سنه ونص لانه حصل دروب في بعض الاصابات وكده، فجبته. هو اجتهد وهو من نوع يعني عنده اصرار وعزيمه مش طبيعيين يعني، بس ازاي حضرتك وبرضه حتى في بطولة افريقيا ما لعبتوش، ما بدأتش بيه، بدأت بالشناوي وكان هو نمرة ثلاثة، لما هي اتصاب هو الظروف نمرة اللي واحد. حطته برضه هو اللي جاب لنا ودانا لحد النهائي. حضرتك فهو عنده يعني، انا بعتبر الحضري ده معجزة من معجزات القرن الـ21، عشان اصرار وارادة وهدف ومجهود، والموهبة وكل حاجة، كل لكن حاجة. ازاي حضرتك بتدربهم كلهم يبقوا نمبر 1 وبنفس القوة مع اختلاف السن؟ لا ما هو ده بقى الانديفيدوال ديفرنت او الفروقات الفرديه بين الناس، بيبقى في هم ما يحسوش ده يعني، لكن هو التدريب بيبقى حجم وشده وكثافه، او حجم وشده وفتره راحه. احنا بنلعب في الثلاثه دول، فممكن تزودي الشده لحد وتقللي الشده لحد، او تزودي الحجم لحد وتقللي الحجم لحد، او لكن الحضري على فكره لحد دلوقتي بيتمرن نفس الشده ونفس الحجم زيهم بالظبط يعني يعني. حضرتك هو مش حاسس بسن او هو قاهر فكرة السن. هو عنده حاجة جميلة جدا اسمها الريكفري، او بالعربي استعادة الشفاء. هو بيعمل يعني عنده المقدرة دي، لا عنده الادوات في بيته، حتى التلج وحمامات التلج والبخار والحاجات، يعني هو عايش للكورة، برافو عليه والله، عايش ان هو ياكل ويشرب ويعمل موضوع استعادة شفاء ويرجع للتمرين التاني. كلهم طبعا اكيد يعني مهتمين هو عامل كلهم. نظام علمي. عامل طبعا يعني